ولكن زي ما حضرتك شايف او زي ما حضرتك كمان سمعت كلام الرئيس حول الجو او جزء من كلام الرئيس حول ما دار بشأن القضية الفلسطينية. يعني في ثلاث محاور رئيسية اتكلموا فيها مما لا شك فيه. الأول هو ضرورة إنفاذ كافة المساعدات الإنسانية. اثنين طبعا هو الوقف الفوري لهذا العدوان على الأراضي الفلسطينية. ثلاثة هو إقرار حل الدولتين على حدود ما قبل 4 يونيو 1967، وإنه القدس تبقى العاصمة أو القدس الشرقية تبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المحررة والمستقلة. ومن هنا تقدر تشوف قد إيه فخامة الرئيس بيشتغل أيا كان شكل الاجتماع، أيا كان الضيف جاي من أنهي دولة، أيا كان المحفل الدولي اللي إذا كان الرئيس بيستقبل الناس هنا في عاصمتنا القاهرة، أو إذا كان الرئيس ذاهبا إلى أي من عواصم صنع القرار الدولية أو صنع القرار الدولي الأخرى، يتحدث دائما وبإصرار شديد بل وبوضوح أشد على مسألة القضية الفلسطينية وإيجاد سبل للحل طبقا لما يقرره القانون الدولي. معنا على التليفون دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور طارق. تحياتي لحضرتك أستاذ يوسف سيادة النائب، شكرا جزيلا. دكتور طارق ربنا يخليك. دكتور طارق يمكن أنا عايز نسمع من حضرتك يمكن يكون شرح أكثر تخصصا حول الجهود اللي بيبذلها الرئيس دائما. نجد أنه عند استقباله لأي رئيس أو استقباله لأي رئيس حكومة أو أي زعيم لأي دولة تكون القضية الفلسطينية هي جزء رئيسي بل ومحوري في المناقشة. لماذا؟ جميل. بالفعل يعني في العلاقات الدولية إذا ما تابعنا سيادة الرئيس هنجد أنه من أئمة الساسة وقادة العالم الذين يهدون بأمر الأسرة الدولية، ودائما ما ينادون بتطبيق والامتثال لهذه الشرعة العالمية أو الشرعية الدولية. وأتصور أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هم يعني من القادة الذين احترفوا فعل كل ما يحقق الاستقرار. وتصور انه كما تفضلت اذا ما استعرضنا يعني في نقاط سريعه تجد انه في هناك تلك الدربه، الحكمه، الرؤيه، استشراف القادم وتوقع ما لم يقدر على توقعه الاخرون. يعني مثلا هنبدا تشخيص الحاله، كيف انه في البدايه شخص الحاله، الموضوع ليس حادث 7 من اكتوبر، السياق سياق احتلال. الحالة والسياق سياق استعمار واستيطان. كمان يعني نبه العالم وقال المقاومة لا يمكن اكتساسها، لا يمكن القضاء عليها. الآن نسمع جو بايدن يتحدث عن هزيمة حماس، ليس القضاء على حماس أو اكتساس حماس، وإنما فقط هزيمة حماس، وفارق ما بين القضاء على الحركة وهزيمة حركة. أيضا عندما نبه سيادة الرئيس من تخوفه من تدحرج الأمور وانفلاتها، فوجدنا صواريخ حزب الله، صواريخ الحوثي، مواجهات مباشرة ما بين إيران وإسرائيل. أيضا يعني نادى المجتمع الدولي في كل المحافل والمناسبات واللقاءات أن يطلع بمسؤولياته، وأن يعني هو الحكم إيه من التنظيم الدولي؟ إيه عين ما يهدف إليه التنظيم الدولي والأمم المتحدة وهذه الأجسام، سواء كان الفرع الجمعية العمومية أو الفرع التنفيذي مجلس الأمن أو الفرع القضائي، كل هذا من أجل هدف أكبر وأسمى وهو حفظ السلم والأمن الدوليين وضرورة وقف حرب الإبادة، وهو ما طالما ينادي به وتنادي به الدولة المصرية. أيضا طالب المجتمع الدولي أن تكون يعني تصريحاته وأقواله يعني لم نقول متطابقة بل متقاربة مع الأفعال والممارسات. يعني هم يعطوننا معسول الكلام عن حل الدولتين، ولكن أكد أن هذه الجملة يعني استنفدت أغراضها وفقدت مصداقيتها، لأنه ما فيش نية حقيقية، ما فيش جدول زمني، ما فيش نقاط، ما فيش خارطة طريق حتى يكون هناك أمل للفلسطينيين. يعني أتصور أنه دائما ما يؤكد سيادة الرئيس على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بهذه المسؤوليات، وأن العلاج هو في إقامة الدولة الفلسطينية. الحل هو حل الدولتين، ووجدنا أنه ما يرضوا على 140 دولة في الجمعية العمومية يعترفون بدولة فلسطين، دول كثيرة تنضم لجنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية.
يعني كل ما قاله الرئيس السيسي من أشهر طويلة خلت فاتت، العالم الآن بدأ يعني يدركه ويردده، حتى أن المبادرة المصرية والورقة المصرية يعني أخذها جو بايدن وقال عليها المقترح الأمريكي، ومصر يعني لا تهتم ولا تريد تصفيقا صحيح. ولا إشادة، المهم هي الحلحلة. نعم صحيح 100%، يعني مصر لا تهتم بيكون توصيف أن هذه المبادرة هي مبادرة القاهرة أو مبادرة واشنطن، مش دي المسألة، المهم أن احنا نصل إلى حلول. طيب يمكن في ظل اللي حصل النهاردة من مذبحة في مخيم النصيرات، هل لازال أو تعتقد يا دكتور أنه الكونجرس هيستمر في دعواته المفتوحة لبنيامين نتنياهو للحضور وإلقاء كلمة أمام أعضاء الكونجرس، ولا أنه من الوارد أن يجمد هذه الدعوة؟ يعني أنا أتصور أنه أمريكا للأسف الشديد، وهي من المفروض أن هذه القوة العظمى وأن يكون لها سياق أخلاقي، لا نتحدث عن قانوني وسياسي، إنما حتى السياق الأخلاقي، يعني وجدنا أنه فكرة الديمقراطية أصبحت يعني مشكوك فيها، لأنهم لا يستجيبون للتظاهرات في الجامعات الأمريكية ولا في الشارع الأمريكي، فكرة تقييدهم لحرية التعبير و يعني إلغائهم للعبارات واعتراضهم ورقابة مشددة على الصحف والقنوات، يعني كل هذه أظهرت الولايات المتحدة على حقيقتها. أتصور أن الولايات المتحدة يعني تصريحها وأقوالها عبارة كالمثل العربي يقول القول عسل والفعل أسل، والأسل هو يعني هو ذلك النبات اللي بيدمي أشبه ما يكون بالأشواك، فهي الممارسة والأفعال بعيدة عن كل هذه الأقوال. أتصور الولايات المتحدة واضح أنه ذلك الدعم، حتى فكرة أنه في خلاف في أمريكا ما بين الإدارة الديمقراطية والإدارة الجمهورية، يعني جو بايدن قال أنه يعني صهيوني، وأباء قالوا يعني ليس شرطا أن تكون يهوديا لكي تصبح صهيونيا، فهو يعني تنافس أكبر ما بين الحزبين الإدارة الديمقراطية والإدارة الجمهورية في دعم إسرائيل. ففكرة الدعم والرعاية، رعاية الأم الأمريكية الرؤوم للدولة الإسرائيلية، فكرة يعني منتهية للأسف الشديد. لكن يبقى المعول عليه هو يعني العالم يعني لأول مرة في تاريخ الصراع الإسرائيلي العربي الفلسطيني تظهر إسرائيل على حقيقتها، تظهر الولايات المتحدة على حقيقتها، كل هذه الأفعال، كل تلك المجازر، وهم مستمرون، وهم يعني لا يراعون ولا قانون ولا سياق أخلاقي، ويحرفون المعاهدات والاتفاقيات وكلام الأسرة الدولية عن مواضيع. أتصور أنهم يجادلون بالباطل عشان يدحضوا دائما هذا الحق، حق القرارات الدولية، دائما ما يتخذون قرارات الأمم المتحدة هزوة. شوف المسخرة تصل لدرجة أن إسرائيل هتعتبر الأونروا عايزة تعتبرها منظمة إرهابية. كارثة الحقيقة كما جرت العادة، وكما جرت العادة يعني هو منتهى التبجح الإسرائيلي. أشكرك جدا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. طيب